نبدأ الحدوتة، نبدأ بهذا الانفراد للشارع المصري. هنبدأ معاكم من اللقطة الأولى وناخدكم حضراتكم ونشوف كده بالترتيب من أول ما بدأ هذا الشاب زي ما بعت لنا وزي ما اتكلم وزي ما قال وزي ما كتب، كتب الرحلة بدأت منين، ازاي الرحلة بدأت بشخص في مصر يوثق رحلته من مصر إلى ليبيا، وأرسل لنا رسائل مكتوبة في الأول بيحكي ازاي ان هو أهوال السفر إلى ليبيا الشقيقة الأول، إيه اللي حصل معاه؟ نشوف حضراتكم خروجه مصر ثم دخوله الأراضي الليبية وماذا تم معه. أنا أول ما وصلت ليبيا دخلونا على حاجة اسمها المخزن، وهناك فضلنا قاعدين من غير أكل ولا شرب، واتفاجئنا بواحد اسمه عمار تابع لأحد الميليشيات الليبية بياخدنا كلنا وبيبيعنا لشخص تاني مقابل حاجة كان عايزها واحنا مش فاهمين. وصلنا لمكان كبير جدا ولقينا فيه أكتر من 2000 شخص بيتم استعبادهم حرفيا، 2000 شخص مصريين على سودانيين على أفارقة بيشتغلوا بالصخرة تحت رحمة الميليشيات المسلحة. ولما سألت الناس اللي قاعدين بقالهم كام يوم كان الرد صادم، ناس تقولي بقالنا سنة وناس بقالها 6 شهور، ولكن أنا وستة تانيين فضلنا في المكان ده 15 يوم بس، ولكن من الإهانة والشغل في الزراعة، لحد ما جه يوم وخدوا بعضنا وأنا منهم وودونا على أحد الورش البعيدة علشان نشتغل، ولقينا في حركة غريبة بين الميليشيات، وفجأة بدأ ضرب نار بشكل كبير جدا بين الميليشيات وقوات تانية جاية من بره المكان، وبدأ الرصاص يجي علينا من كل ناحية. كان في واحد معانا نيجيري قرر انه يهرب من المكان اللي واقفين فيه بسبب الرصاص، ولكن الميليشيات شافوه وضربوه بالقناصة ومات في ساعتها. احنا بعد ما شفنا المنظر ده قررنا نستخبى وندفن نفسنا في الرمل لحد ما الضرب ينتهي، وفضلنا مدفونين مكاننا لأكتر من 5 ساعات كاملين. وبعد ما خرجنا لقينا ناس ميتة في كل حتة، ودفننا صاحبنا النيجيري ورجعنا تاني للمكان اللي كنا فيه واللي كان فيه 2000 شخص زي ما هم. مين مسكاكو؟ بركان الغدر. بركان الغدر يا حيوان تياك. بركان الغدر. قطان بركان الغدر. قطان بركان الغدر. تعالي. قطان بركان الغدر. تعالي. قطان بركان الغدر. رد على رجل لولا يكلم. جه بقى اليوم اللي هنسافر فيه علشان نتجه لإيطاليا، وبدأت رحلة الموت، ووصلنا لأحد الموانئ أنا وأكتر من 300 شخص تانيين. المفاجأة الغريبة إني ببص جنبي لقيت ابن أختي قاعد مع الناس مستني زيي وأنا معرفش، واتفاجأت كمان إننا هنمشي أكتر من 2 كيلو في المية على رجلينا. فتخيل أنا ماشي أكتر من 1.5 ساعة لحد ما المية وصلت لرقبتي، وبدأنا نقرب من المركب الصغير اللي هيودينا للمركب الكبير، وساعتها كان اللي بيلحق بيركب، والحمد لله ركبنا. ولكن بعد 10 دقايق بالظبط المركب الصغير عطل، وفضلنا ساعات في المية بدون أي حل لحد ما حاولنا تاني، والحمد لله اشتغل ووصلنا للمركب الكبير في إيطاليا. وصلنا مروكو 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 هون 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 نسيت صورنا هون أمريكا أمريكا حجاد حج حيدا اللهم لك الحمد ولك الشكر، وصلنا بالسلامة الحمد لله. اللمبطوزة 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 إيطاليا الحمد لله. الحمد لله والله أكبر، الحمد لله شفنا لامبيدوزا، شفنا الجزيرة الإيطالية، شفنا الشط، شفنا الحياة من تاني. بيكبروا ويهللوا، وصلوا بالسلامة في رحلة موت من يوم ما طلعوا من بيوتهم في مصر ومن يوم ما وصلوا لي هناك في صحراء ليبيا، من ساعة ما سلمتهم من الميليشيات والتعذيب اللي شافوه وقطع عشرات الكيلومترات في الصحراء، وصولهم في قارب صغير وقارب كبير
رحلة موت حقيقية. كل يوم بيتعرض شبابنا لهذا النوع من الموت. قدام حضرتك الصورة، هذا الانفراد للشارع المصري حصريا. الصور دي لن تجدها إلا هنا في الشارع المصري. اختص بقى شبابنا اللي نفذوا وقاموا بهذا الأمر، واللي نفذوا فعلا وبعد ما حسوا ان لهم حياة ولهم روح اتكلموا. اللي جاي خلاصة المسألة، الرسالة اللي بعتها الشاب ده بعد الرحلة الطويلة دي هيخلص لك فيها كل الحكاية. اسمع، اسمع بقلبك واسمع واستوعب الشاب ده بيقول ايه. وخلاصة الرحلة دي، رحلة الموت، عايز يقول ايه، وصلنا ايه كمصريين. بعد اللي بحكيه لك ده حابب اقول حاجة. انا دخلت ايطاليا لجوء انسان، والناس استقبلتنا احنا 300 مصري بشكل ما فيهوش اي اهانة. اللي حصل معايا ده بسميه رحلة الموت. على فكرة انا ليا اصحابي راكبين البحر لحد دلوقتي وبقالهم شهور وموصلوش. مصر بقت مش بلدنا للأسف. مصر بقيت اتفرج على افلامها من بعيد كده وافضل اعيط علشان عملت فينا كل ده. كلام شديد الوضوح، ما بنعملش فيه اي شيء غير ان احنا بنعده فقط للنشر، بننقل لكم بشكل واضح ومحدد ايه اللي بيحصل بالظبط وايه المشاعر الحقيقية اللي عند المصريين. وقطاع منهم كبير جدا من الشباب للأسف الشديد، بلد بتدعي انها واحة للاستقرار بينما هي بركان طارد للسكان، بلد بتدعي انها في احسن انظمة الحكم في العالم بينما الشعب المحكوم بيقولك ما بقتش حاسس انها بلدي. ده انت مش محتاج تشوفه بس عندنا، اتصل بكل الناس اللي تعرفهم عايشين برا مصر احساسهم عامل ازاي. في فرقة وفي فجوة بتحصل كل يوم ما بين مصر الحقيقية ومصر التي نريد، مصر الامل والطموح ومصر الواقع والفشل. لا استطيع ان احمل اي من المواطنين اللي بيخاطروا بحياتهم وبيدفعوا فلوسهم مسؤولية اللي بيحصل ده، ولا أجد أمامي إلا هذا النظام السياسي الفاشل أحمله المسؤولية السياسية والدولية والقانونية تجاه مواطنيه اللي أقسموا جميعا أيا كانت رتبهم أو مسؤولياتهم أو وظائفهم بأن يحمونا يحموا البلاد والعباد.